تركيا تبدأ تصنيع محركات هليكوبتر الهجوم الثقيلة أتاك 2 T-929 قوة 2500 حصان. كشف نائب المدير العام لشركة توساشا التركية محمد ديمير أوغلو والمسؤول عن صناعة الطائرات المروحية الهجومية من طراز أتاك أن محرك النسخة المطورة من المروحية الهجومية أتاك 2 T-929 يجري إنتاجه في تركيا وليس أوكرانيا، مؤكداً أن المحرك ستبلغ قوته 2500 حصان، أن أتاك 2 ستطير في أول تحليق لها عام 2023. بدوره أعلن تيميل كوتيل المدير العام لتوساش عبر قناة آهابير التركية أن القوات المسلحة ستتسلم 3 مروحيات هجومية من طراز أتاك 2 بدءاً من العام 2025. أضاف أن المروحية الجديدة إحداها سيكون مخصصاً للقوات البحرية والجوية، وأشار إلى أن وزن أتاك 2 سيبلغ 11 طناً وسيدور محركها نهاية العام 2022 وسيكون محلياً بالكامل وليس من أوكرانيا. ستكون المروحية قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الذخيرة والصواريخ الموجهة بالليزر. وذكر كوتيل أن المروحية T-929 ستتسع ل 21 شخصاً وستحتوي على نسخة محسنة من أنظمة إلكترونيات الطيران، وسيكون من السهل جداً إجراء عمليات الصيانة والإصلاح لها داخل تركيا وليس كنظيرتها الموجودة حالياً.